فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تعددت آراء العلماء واجتهد المجتهدون، وكل له دليل يورده ويدافع عنه ليوافق رأيه وما يقول. سؤاله: ما توجيهكم لنا نأخذ برأي من من هؤلاء العلماء، وكيف نميز الحق في هذا الأمر؟ ما وافق الكتاب والسنة بدون تحريف وبدون تأويل فهو الحق، أما من يعسف الأدلة على رغبته ويفسرها على رغبته هذا ضلال، ولو زعم أنه يستدل بالقرآن والسنة، لأنه ما استدل بها على وجهها، إنما حرفها وغيرها، غير معناها. نعم.